طيب النهارده في مران للنادي الاهلي في اطار الاستعداد للفتره المقبله وبالتحديد لمباراه كانو سبورت اللي هتكون يوم 14 من الشهر الحالي في غينيا الاستوائيه. كانو سبورت بطل غينيا الاستوائيه، فبالتالي مباراه مهمه جدا، استعدادات قويه جدا في ظل تواجد جهاز فني جديد بقياده مستر رينيه فايلر. بالتالي عايزين نعرف اخر الكواليس ايه. خلونا نروح لزميلنا العزيز شريف شعبان. مساء الفل عليك يا شريف. مساء عليك يا زميل امير، وتحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. زي ما تفضلت وقلت فعلا ان الاهلي بيستعد لمباراه كانو سبورت 14 سبتمبر باذن الله. السفر هيكون باذن الله فجر يوم، باذن غالبا يعني هيكون فجر يوم 11. النهارده تم تطعيم الجهاز الفني واللاعبين الجزء اللي انضموا في النادي الاهلي في الساعه 6 عصرا، ويمكن المران بدا في 5 عصرا تحت شعار اللمسه الواحده. يمكن مستر رينيه كان حريص النهارده في تمرين اليوم اللي الاول بدا بمحاضره حوالي 5 دقائق اتكلم فيه مع اللاعبين على تنفيذ تعليماته. اي حد هيتالق وهينفذ تعليماته بالحرف الواحد هيكون ليه دور او ليه مشاركه في المباريات المقبله. التمرين هو اللي هيخلي يلاعب لعيب او ما يلاعبش لعيب، مش هيعتمد على المباريات السابقه، مش هيعتمد غير على ملعب التمرين اللي هيتالق هو اللي هيشارك في الفتره المقبله. وزي ما قلت لك اللمسه الواحده هي شعار مستر رينيه ان النهارده التدريبات كلها او التقسيمه اللي شغاله امامي كلها طالب اللاعبين من اللمسه الواحده، اللعب على طول للامام. ويمكن لسه امامي حالا بيحرز هدف عالمي حسين الشحات اوفر ولا اروع من حسين السيد، بيستقبلها على صدره بيلف في حركه كده كويسه جدا ويحط هو بيتالق الفتره الاخيره يا شريف. بالتحديد حسين الشحات بيتالق بشكل كبير جدا، واعتقد ان هو هيكون ابرز نجوم النادي الاهلي هذا الموسم باذن الله. حسين انا ملاحظ ان هو في التمرين مموت نفسه في الكشف طبعا. النادي الاهلي الكل عاوز للراجل ان هم جادرين باللعب الفتره المقبله. التمرين كله بيثبت نفسه، الكل عاوز يلفت نظر الراجل ليه، الراجل بيتفرج على الكل يعني ما عندوش حسابات مع حد او ما يعرفش حد، فطبعا كل النظره اللي هيلفت نظره هو اللي هيكون له دور في الفتره المقبله. زي ما قلت لك على الجانب الاخر تقريبا الحراس اشغال كرويه شاقه راي طبعا المعلق الكبير كابتن ميمي الشربيني. تمرينه قويه جدا 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 بيتالق فيها بشده الشناوي وشريف اكرامي، يمكن تنافس رهيب ما بين الاثنين. شريف بيحاول يلفت نظر الراجل الشناوي، بيحافظ على تالقه على لطفي، بيحاول يجاريهم تمرينه ولا اروع ولا اقوى. بيشارك معاهم كمان احمد طارق سليمان برضو الحارس الواعد انه مصطفى شوبير في المنتخب الاولمبي. يمكن غيابات النهارده كثيره جدا من المنتخبات، ازارو، جيلاردو، معلول، ديانج، رمضان صبحي، مصطفى شوبير، يمكن كل دي غيابات دي دوليه تاهيل مستمر على جانب عمار حمدي واحمد حمدي ايضا. عمار حمدي واحمد حمدي صح كمان بيغيبوا. عمار حمدي واحمد حمدي متواجدين برضه في المنتخب الاولمبي صح؟ في المنتخب الاولمبي طبعا مظبوط. التأهيل المستمر لمحمد محمود وسعد سمير ورامي ربيعه والكريم نسبي اللي كريم بيبقى حريص يجي بدري علشان يتأهل اكبر قدر كافي. بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي يمكن عملي تقسيمه الان الشكل العام كويس قوي، الروح المعنويه مرتفعه جدا، الكل عاوز يثبت للراجل ان هو حقق المشاركه الفتره المقبله باذن الله. باذن الله يكون في الخير الفتره ديت، وباذن الله يكون الانتصار حقيقي النادي الاهلي يوم 14 امام كانو سبورت بطل هندي. يا شريف التركيز الفتره دي او في التدريبات خلال اليومين دول هل على الجانب البدني اكتر ولا الجانب الفني والتكتيكي والخططي خلال التدريبات؟ احنا في الفتره دي طبعا عشان المباراه لسه يوم 14 اي جهاز فني بيرفع الحمل البدني وهيحاول هيعمل مباراه وديه اليومين الجايين دول، ده شيء اكيد. ولكن هو بدا طبعا التمارين، بدا التمرين بتدريب بدني مع محاضره الاحمال، وبدا يعمل بقى الدوائر وبدا يعمل التقسيمه. فالحمل البدني شهور الفتره دي لازم يرفع فيه الحمل البدني، لان الجاب كبير لسه على المباراه الجايه، لسه معانا فتره فلازم يرفع فيه الحمل قبل هذه المباراه. فلا الراجل شغال تدريبات بدنيه، شغال كمان تقسيمات عشان خاطر يحاول يحفظ اللاعبين، يحاول يشوف مين اللي ممكن ينفذ طريقه لعبه، لانه خصوصا هو بيطالب على طول اللاعبين بالدلفه الواحده، بتابع على طول للامام، محدش راجع الكوره ورا، فهو
شغال عليها في امبارح وشغال عليها النهارده. اللمسه الواحده، اللمسه الواحده. اللاعب المصري انت عارف بيحب يحتفظ بالكوره شويه، اللاعب المصري بيحاول يحضر شويه. لا الراجل ده عاوز اللاعب يسلم، يسلم على طول، يكون الباص خارج بشكل سليم، يكون الباص قدام مش لورا. فكل دي الراجل بيحاول يوصلها للاعيبه النادي الاهلي، وباذن الله يستجيبوا على طول ويكون ليها اثر باذن الله في مباراه النادي الاهلي بشكل النادي الاهلي فتره بكره باذن الله. طيب شريف، فيما يتعلق بصالح جمعه ومحمود وحيد، اخبارهم ايه؟ هل بيشاركوا في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي ولا لا؟ خصوصا صالح جمعه كان عنده تقل في العضله كده او احدى عضلات قدمه يعني خلال الفتره اللي فاتت، وايضا محمود وحيد كان عنده كدمه في الكاحل، اخبارهم ايه بالتحديد؟ صالح جمعه بيتعلق في التمرين امامي وشارك في التمرين بكل جديه، ويمكن لافت الانظار على بدري ايضا الناشئ، لافت الانظار ابشر من امامي هو برضه لافت الانظار ما شاء الله. تتفرج على لعيب النادي الاهلي بقى لنا حاجه كويسه جدا جدا جدا. محمود وحيد، يمكن سالت على مين تاني؟ محمود وحيد. محمود وحيد. قصدك السيرد باك الظهير الايسر للنادي الاهلي؟ ازاي تمام. لا موجود في التمرين، موجود في التمرين، موجود موجود بيشارك بشكل طبيعي. تمام. ما حدش في الكلام خالص غير اللي قلت لك عليهم، محمد محمود بتاع التمرين، رامي ربيعه، كريم نسبه، لكن الباقي كله مشارك في التمرين، وكل بيشارك وكل بيتالق، موجود في التمرين وظاهر بشكل كويس كمان. طيب كويس ان شاء الله، اتمنى لك التوفيق. انا مش بس في التمرين فاختار ولا يهمك، مفيش مشكله. انا بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي.